أيوه. عليك سبنتي ستي ما عندي ما يتسالك. الله يبارك فيك. طبعا هذا الفن كاين حاضر من واحد المنطقه عزيزه في المغرب اللي هي منطقه الاطلس. نعم تماما. تحيه للناس ديال الاطلس من هذا المنبر، تحيه للناس المغاربه من طنجه للقويره. هذا حق المغاربه كلهم، واللي عنده لغه جاهل علاش لا، هذه خصنا نجتهدوا فيها لان هي الاله المغربيه، وخصنا نتعلموا ليها ونتعلموا حتى اللغه الامازيغيه. لينا لوغتنا هذه.